كام دول؟ ولا بلاش كام دول؟ جبتهم منين؟ لما قالوا لي انك اجرت رجاله ما صدقتش. احنا رجاله عساف بيع مش متاجرين. بس بركات. كيفك يا بكري؟ بغلي. وانت عارف ليه؟ عشان الدهب. تضحك علي وتديني دهب عيره يا عساف يا غريب؟ انت اللي بدات لما افتكرت انك بتلوي دراعي لما حشت عني خالتك وقلت للذهب قدامها. اياك تفكر اني هسكت. وبرضك اياك تفكر ان اللي جايبهم دول هينفعوك. لا، المتأجر عاله مش ضهر وبيجري من اول طلقه، وهبقى افكرك. هو بكري في حاجه تانيه مش هتعجبك، خدها بالمره عشان تبقى زعله واحده. تحب تقول له انت عساف ولا اقول له انا؟ لا 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 لا، قول له انت يا اخوي، انا حابب اتفرج، يعني انت قول له وهو يسمع وانا اتفرج. عقد الارض اللي معاك مضروب مش حقيقي. صبت علي في عقد الارض يا عساف؟ ايوه، وكلتها عادي عشان النصاب ما ينصبش غير على طماع، وانت طماع يا بكري، طماع قوي كمان. انت راجل عاوز ارض، مالك ومال الده؟ انت لسه ما تعرفنيش زين يا عساف. الطمع ده حاجه صغيره من اللي عندي. انا لما بكره بفكر للي بكرهه، بيبقى ساعتها عقلي ما شايفش غير اذيه ودم. خد بالك عساف، اللي انت مأجرهم دول محتاج عليهم 20 مرة عشان يحاولوا يحموك من اللي هعمله فيك. وخليك فاكر انت اللي بدأت، وخليك فاكر يا نميري، انت من يوم ما جيت وانت غيرته علي، وبكده انت معاه جوا نفس فاتورة الحساب. اعتبروا نفسيكم من الأموات. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.